أهلا بكم. جاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة حاملا رسائل للتهدئة في غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في القطاع، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما يسميه بالنصر المطلق. أما الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير فاستمر في هجومه الشديد على الإدارة الأمريكية، وهذه المرة اعتبر العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين بالضفة الغربية تجاوزاً لخط أحمر لا ينبغي السماح به حسب قوله. ورغم ذلك بلينكين في المنطقة وسيزور إسرائيل حاملاً رسالة أخرى، رسالة دعم عسكري ومالي لإسرائيل بعد أن أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي موافقته على مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل لتستمر إسرائيل في جرائمها بمحو أجيال في غزة، ولكي يستمر جنودها في قتل الأطفال بأعداد تنافس أبشع الحروب، كما يقول الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة هارتس. الوزير بلينكين جاء حاملا رسالة أخرى هي منع انتشار الصراع إلى جبهات أخرى في الوقت الذي تجددت فيه غارات بلاده وبريطانيا على اليمن. لكن الوزير الأمريكي الذي وصل اليوم إلى الرياض وسيزور مصر وقطر ورام الله وتل أبيب سيوجه رسائل أخرى، رسائل بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأن الحل يجب أن يكون عادلاً وشاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، رسائل تؤكد أن هذا الحل هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فبغير ذلك فاستمرار جرائم إسرائيل في غزة ستؤدي لا محالة إلى انتشار الصراع إلى حرب قد لا تبقي ولا تضر. أهلاً بكم في حلقة جديدة من مصر. نشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل. يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكالمعتاد نبدأ معكم باستعراض لأهم الأخبار المصرية المحلية والإقليمية والدولية. البداية من القاهرة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة والتخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب من قطاع غزة وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية في 47 مستشفى في 8 محافظات مصرية. الرئيس المصري يؤكد على أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية في القطاع الصحي بهدف التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية وتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين. وزير الخارجية المصري سامح شكري يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين مستجدات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة. وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة تدعم بشكل كامل أمن واستقرار العراق. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 يفتتح فعاليات يوم الثقافة والتراث الفلسطيني الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية دعماً للقضية الفلسطينية وتأكيداً على دور مصر التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يصل إلى المملكة العربية السعودية المحطة الأولى في جولته الجديدة والخامسة بالشرق الأوسط، والتي تشمل كذلك مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، وتستمر حتى 8 فبراير. بلينكين سيواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. البنوك الإسرائيلية تبدأ في تطبيق العقوبات الأمريكية على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين. يأتي ذلك في محاولة لتفادي التداعيات القانونية التي قد يسببها عدم التزام إسرائيل بالعقوبات على مختلف فروعها في الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أمريكي يستهدف أراضيها. الخارجية الإيرانية نددت بالضربات الجوية الأمريكية في العراق واليمن وسوريا، واعتبرتها مغامرة غير قانونية هدفها دعم إسرائيل. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مخالفة واضحة لقرارات محكمة العدل الدولية التي نصت على توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وسط صمت دولي على جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني سواء داخل القطاع أو في الضفة الغربية. حصيلة الشهداء جراء العدوان الإجرامي تصل إلى أكثر من 27,000 شهيد وحوالي 70,000 مصاب على الأقل، مما يثبت تهمة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة. وسط ذلك العدوان تكثف مصر جهودها لإدخال مزيد من المساعدات عبر معبر رفح، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف الدولية للتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار. في الشق السياسي والدبلوماسي تضغط القاهرة على الشركاء الدوليين للدخول في مفاوضات جادة للوصول لاتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين، وبالتالي الوصول إلى هدنة طويلة الأمد تكون ركيزة لمباحثات سلام شامل وعادل يحقق الاستقرار في المنطقة. كما تسعى مصر لتقرير الخلافات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حتى يتم وقف إطلاق النار ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع المنكوب. الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية هي جزء أصيل من الدبلوماسية التي تنتهجها القاهرة على مدار العقود الماضية، حيث وقفت دائما بالمرصاد أمام محاولات تصفية الحق الفلسطيني في إقامة دولته. وكان للقاهرة دور تاريخي كوسيط نزيه موثوق فيه من كافة الأطراف خلال الحروب الست التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة بدءا من حرب عام 2008 وحتى الآن. كما كان للقاهرة الدور الأبرز في تقديم المنح والمعونات لإعادة الإعمار، ففي عام 2014 بموجب مبادرة مصرية عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، وتعهدت الدول المشاركة بتقديم ما يقدر بحوالي 4.5 مليار دولار للفلسطينيين، من بينها 500 مليون دولار من مصر بشكل مباشر. الجهود المصرية لن تتوقف وستتواصل من أجل إعلان الدولة الفلسطينية في القريب بإذن الله. من أجل هدنة جديدة في قطاع غزة تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، تكثف مصر تحركاتها وتتواصل مع كل الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً. وبينما تستعد لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في إطار جولته الشرق أوسطية، استقبلت القاهرة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، وأعلن سيجورني تأييده للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين وإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، مؤكداً أن غزة يجب أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المقبلة وأن بلاده تعمل مع مصر من أجل هذا المسعى.
التحركات المصرية قبل وبعد 7 أكتوبر استهدفت حشد جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وبفضل هذه التحركات يحظى الموقف المصري بتأييد كل القوى الدولية الفاعلة والتي أعلنت رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره المسار الحقيقي لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة كما تؤكد القاهرة. بموازاة ذلك تواصل مصر جهودها لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنذ اندلاع الحرب تحول معبر رفح إلى شريان حياة لسكان غزة مع استمرار حصار إسرائيل الشامل للقطاع. وخصصت مصر المعبر المجهز بالأساس لعبور الأفراد بين الجانبين المصري والفلسطيني إلى وسيلة لتمرير المساعدات الإغاثية واستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية. وبينما تتواصل جهود القاهرة لتدفق مزيد من المساعدات إلى القطاع، أقامت مصر مخيماً إغاثياً بمدينة خان يونس جنوب القطاع بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون. ينضم إلينا من القاهرة دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية. دكتور أسامة أهلا بك، يعني كيف ترى الطريق الذي تسعى فيه القاهرة الآن في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه قطاع غزة وسكان قطاع غزة، ونحن نقترب من نهاية الشهر الثالث ودخول الشهر الرابع على هذا الصراع؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هذا الطريق طريق صعب ومليء بالعقبات والعراقيل التي توضع للحيلولة دون التوصل إلى هدنة أو التوصل إلى وقف الإطلاق النار. القاهرة تدرك تماما أنها تتعامل مع ملف شائك، ملف به العديد من العقبات والصعوبات، ولكنها تتعامل باحترافية وبخبرة متراكمة لدى الأجهزة المصرية ولدى المسؤولين المصريين فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه القضية على مدى عقود في حقيقة الأمر، وليس حتى منذ بداية هذه الأزمة أو حتى منذ سنوات بسيطة. وبالتالي القاهرة تدرك طبيعة الأمور، تدرك أن هناك مصالح متعارضة في هذا الملف، وبالتالي هي تتعامل وفق رؤية ثاقبة وفق مصالح أيضا، سواء مصالح مصرية وثوابت مصرية تتعلق بدعم القضية الفلسطينية وبالحرص على مصالح والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تتعامل أيضا وفق ثوابت متعلقة بسياستها الخارجية، وهي أنها تقود سياسة خارجية متوازنة تدعو إلى استقرار المنطقة وتعمل على نشر السلام وإحلال السلام في المنطقة برمتها. وبالتالي أيضا القاهرة تستغل وتستثمر كل اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق هذه التهدئة، لأن مصر تدرك تماما أن الوضع في قطاع غزة هو وضع متفجر، وأن استمرار هذا الصراع لن يقتصر على حدود القطاع ولكنه سيمتد ويتوسع، وبالتالي اتساع رقعة الصراع لن تكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، سواء الأطراف المباشرة في الصراع أو الأطراف الإقليمية أو حتى الأطراف الدولية ذات المصلحة في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي القاهرة تخوض مسارا مهما معقدا، ولكنها حتى الآن في تقديري نجحت في المسارات التي استخدمتها، وهي المسار الإنساني، المسار السياسي، والمسار الأمني المتمثل في جهود الوساطة، ويتبقى فقط المسار المتعلق بوقف الحرب ثم الانتقال بعد ذلك إلى حوار سياسي يقود إلى بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة. طيب بلينكن في المنطقة وسيأتي إلى مصر في إطار هذه الجولة الخامسة له، وبالتالي بلينكن والخارجية الأمريكية وحتى البيت الأبيض كان حريص منذ اليوم الأول للاستماع إلى وجهة نظر مصر ووجهة نظر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. برأيك إلى أي مدى المنظور المصري والتراكم المصري في الخبرات الذي تفضلت بذكره قد أوضح الطريق أمام الخارجية الأمريكية وأمام البيت الأبيض وصانع القرار الأمريكي؟
يعني أولا يجب أن نشير إلى أن التنسيق المصري الأمريكي هو تنسيق مستمر حتى قبل 7 أكتوبر. نتذكر أن مصر استضافت واحد من أهم الاجتماعات الأمنية في شرم الشيخ، كما شاركت في اجتماعات العقبة للتنسيق أو فيما يتعلق ببعض المشاورات الأمنية كي نتجنب أو كي تتجنب المنطقة هذا السيناريو الذي حذرت منه القاهرة. وكانت الولايات المتحدة حاضرة في هذه الاجتماعات، وكانت كل الجهود التي تقودها القاهرة وتقودها عمان فيما يتعلق بمحاولة تجنب سيناريو التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتنسيق مع الولايات المتحدة. وبالتالي التنسيق حاضر والتنسيق مستمر وأطول وأبعد مدى من حتى أزمة 7 أكتوبر التي تفجرت بعد عملية طوفان الأقصى. في تقديري أيضا أن الولايات المتحدة تدرك تماما أن القاهرة لديها من الأدوات ما يمكنها من نزع فتيل الأزمة وإنهاء هذه الأزمة برمتها، ولكن للأسف الشديد يجب أن تكون هناك ضغوط أمريكية في المقام الأول وضغوط غربية في المقام الثاني على إسرائيل لكي تتجاوب مع هذه الجهود ومع المحاولات الساعية للتهدئة والتوصل إلى هدنة. بالتأكيد الولايات المتحدة تستمع جيدا، كل المؤشرات تشير إلى وجود توافق مصري أمريكي فيما يتعلق بالأمور الحيوية المتعلقة بضرورة التوصل إلى هدنة مؤقتة على الأقل تقود بعد ذلك إلى وقف للقتال، على رفض مسألة التهجير بشكل واضح. هناك مؤشرات واضحة أعلنتها الإدارة الأمريكية أنها ترفض تهجير الفلسطينيين، ترفض تقليص مساحة القطاع، ترفض تغيير طبيعته الجغرافية، كل هذه أمور أعلنها بلينكين. هناك أيضا مؤشرات واضحة خلال الاتصالات المتكررة من قبل الرئيس الأمريكي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبالتالي هناك مؤشرات واضحة على وجود تفهم أمريكي للرؤية المصرية وإدراك لحكمة و عمق الرؤية المصرية. ولكن في المقابل أيضا لا توجد ضغوط كافية وحقيقية وجادة من قبل الإدارة الأمريكية على إسرائيل لكي تجنب المنطقة ويلات هذا التصعيد الإسرائيلي واستمرار حدة الانقسامات حتى داخل إسرائيل نفسها، ومحاولة كل طرف داخل الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مصالح حزبية باستخدام أمن واستقرار المنطقة. وبالتالي على الولايات المتحدة بالإضافة لتفهمها للرؤى العربية وفي مقدمتها الرؤية المصرية عليها أن تقود ضغوطا حقيقية لكي تتجنب سيناريو التصعيد المفتوح وتجنب المنطقة ويلات الجنون الإسرائيلي. طيب اسمح لي دكتور أسامة أن نشرك معنا في هذا النقاش ضيفنا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري. دكتور محمود مساء الخير، أهلا بكم. الخير يا أستاذ عمرو، وتحياتي للدكتور أسامة. أهلا وسهلا دكتور محمود. دكتور محمود، يعني كيف ترى القاهرة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت التي أطلقها وقال بأن إسرائيل ستواصل العمليات في جنوب القطاع وبالتحديد في رفح، وأنها تهدف إلى إعادة احتلال محور فيلادلفيا، وهو كان أحد الأمور التي رفضتها القاهرة رفضا قاطع، وأن هذا الأمر يمس سيادة مصر. كيف ترى تصريحات هذا الوزير الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي، وكيف ترى موقف القاهرة من هذا؟ يعني طبعا الموقف الإسرائيلي من وجهة نظري احنا لازم نتعود على هذا العبث اللي بكل شوية بيزداد مع صعوبة أو مع تراجع فرص تحقيق أهدافهم في الحرب على غزة. فكلما لم يحقق الجيش الإسرائيلي ما كان يصبو إليه أو ما كان يعد به شعبه من استعادة الرهائن أو القضاء على حماس، سيضطر كل مرة إلى الاشتباك مع أحد من المنطقة، وطبعا على رأسها مصر أو لو حتى بالتصريحات الإعلامية. هذه التصريحات تم الرد عليها من قبل بقوة من القيادة المصرية ومن الدولة المصرية، وأن هذا الأمر خط أحمر احتلال محور فيلادلفيا، كما كنا من قبل أن التهجير خط أحمر. صحيح. فالعملية يعني طبعا خطيرة، وإسرائيل في ظل هذا الوضع الميداني الصعب وفي ظل الصورة الذهنية المتراجعة عليها لا تحتمل تبعات مثل هذه القرارات. فيجب أن احنا
نرصد التصريحات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، كلما تراجعت إسرائيل ميدانيا، كلما لم تحقق أهدافها ميدانيا، ستظل تعبث بتصريحات عبثية مثل مصر تغلق رفح كما قالت محكمة العدل الدولية، أو مصر تهرب السلاح لحماس كما صرحوا من قبل، أو أن هيحتلوا محور فيلادلفيا. هذا كلام رأيي يعني بيخاطب بيه الداخل الإسرائيلي. طيب. ولكن دكتور محمود فعلا هو يخاطب الداخل الإسرائيلي ويحاول إيجاد مخرج له إنجاز التعبير، ولكن هل ترى أن هذه التصريحات ليس أفعال وليس احتلال محور فيلادلفيا، ولكن مجرد إطلاق مثل هذه التصريحات المتكررة من الأطراف الإسرائيلية، هل من الممكن أن يضر بالعلاقات المصرية الإسرائيلية أو يشكل خطورة عليها، خاصة وأن هناك اتفاقات سلام راسخة يعني ما بين البلدين؟ طبعا سيشكل خطورة طبعا، ومصر هددت بيان رسمي أصدره الأستاذ ديار شو رئيس هيئة عمل السلامات قبل كده، إن مثل هذه الأمور تهدد اتفاقية السلام بشكل واضح. العبث الذي تمارسه إسرائيل سواء في غزة أو في المنطقة لا يحتمل مثل هذه التصريحات، وهذه حكومة متطرفة لا تمارس إلا التصريحات والغشم وحرب الإبادة التي تقوم بها على غزة، وللأسف في ظل صمت دولي رهيب وفي ظل جهود مصرية حثيثة سواء لدخول المساعدات إنسانيا أو للضغط على القوى الدولية للضغط على إسرائيل لقبول بالهدنة حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي من القاهرة الدكتور أسامة السعيد. دكتور أسامة، يعني في ظل هذه التوترات وفي ظل هذه الساحة المجدودة أو الوتر المجدود خلال الأشهر الأربعة الفائتة منذ شهر أكتوبر، هل من الممكن أن تكون هذه التحذيرات المصرية التي بالطبع تصل إلى واشنطن، تصل للبيت الأبيض، للخارجية الأمريكية، هل ممكن بالتالي أن يكون هناك توضيح من واشنطن بأن الخطوط الحمراء المصرية لا تراجع عنها فيما يتعلق بالتهجير، فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا أو غيرها من الأمور؟ يعني أنا أعتقد أن الرسائل المصرية تصل بشكل واضح إلى واشنطن وإلى تل أبيب أيضا، لأنه الجميع يدرك أن مصر دولة مسؤولة، وأن الخطاب المصري هو خطاب متزن وعقلاني وهادئ، وأن الحديث الذي تقصده القاهرة تعنيه تماما، وأن ما تطلقه من تصريحات هي تعنيه وتستطيع أن تنفذه وتصل به إلى أبعد مدى. وبالتالي نعم، هناك إدراك واضح لدى العواصم الإقليمية والدولية لخطورة الموقف ولجدية التحذيرات المصرية. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تتفهم جيدا ومن مصلحتها أن تحافظ على استقرار المنطقة وتحافظ أيضا على بقاء حالة السلام. ولا ننسى أن مصر هي الدولة الأولى التي وقعت اتفاقا للسلام مع إسرائيل، وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقي على هذا الاتفاق وأن تحافظ على حالة الهدوء والسلام في المنطقة، لأنه في النهاية إذا ما تعرضت حالة السلام في المنطقة مع أكبر دولة عربية، مع الدولة المحورية في إقليم الشرق الأوسط، هذا سيكون له ثمن فادح في المنطقة برمتها، سينهي كثير من المسارات التي سعت الولايات المتحدة للحفاظ عليها طيلة عقود. وبالتالي أتصور أن الولايات المتحدة لن تغامر بوصول الأمور إلى هذا الحد، لا تغامر بتعريض مصالحها للخطر في المنطقة بشكل كبير، لا تغامر أيضا بوضع الأمور على المحك في مواجهة دولة كبيرة ومهمة وقادرة ولديها من الأدوات ما يمكنها من الدفاع عن أمنها القومي بشكل واضح وبشكل مستمر. وبالتالي أتصور أن الولايات المتحدة ستتدخل في الوقت المناسب، هي ربما تكون حتى هذه اللحظة خاضعة لحسابات انتخابية في الداخل الأمريكي، لا تريد التعامل مع إسرائيل بخشونة لأنها تخشى من تأثير اللوبيات الداعمة لإسرائيل في الداخل الأمريكي، ولكن أتصور عندما تتعرض مصالح الولايات المتحدة بشكل جاد للخطر سنجد أداء مختلفا من الإدارة الأمريكية. طيب اسمح لي في هذه الجزئية نشرك معنا من واشنطن الباحث والباحث السياسي والكاتب السيد دكتور توفيق حميد. دكتور توفيق أهلا بكم، يعني برأيك تعليقا على ما ذكره ضيفي من القاهرة دكتور أسامة السعيد،
هل من الممكن أن تضغط بشكل ما واشنطن على تل أبيب في هذا الوقت، خاصة مع تضرر المصالح الأمريكية؟ نرى هذا في المنطقة باستهداف القواعد الأمريكية، نرى هذا أيضا في الداخل الأمريكي من الناحية السياسية. هل ستستطيع واشنطن فعل هذا؟ هل سيفعل هذا بلينكن خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل بعد ساعات؟ أم أن ما ذكروا إتمار بن جفير بأن واشنطن قد تجاوزت الخط الأحمر بفرض عقوبات على المستوطنين، ربما هذا سيحد من قدرة واشنطن على التعامل؟ شكرا لحضرتك على هذا السؤال الهام، وأهلا بك بالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. هو الحقيقة وضع علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في هذا الأمر قد يأتي الوضع الحالي بشيء من الضغوط اللي نقدر نقول يعني إيه تعبيرات سياسية أو ضغوط بالكلمات أو حاجة في هذا القبيل، ولكن الخطوة الحرجة اللي هي بتنقل الضغط من مجرد كلمات لقرار دي أعتقد إن هو مش سهل إنها تحصل. يعني على الرغم من توجيه ضربات للمواقع الأمريكية، يعني منذ الزيارة الرابعة لبلينكن قبل أسبوعين تقريبا إلى اليوم، هناك مستجد خطير بالنسبة لأمريكا، وهو استهداف جنودها المتواجدون أو استهداف جنودها المتواجدين في الشرق الأوسط، في العراق، في سوريا، في أكثر من مكان. هو ممكن الضغط هنا يبقى زي ما بقول لحضرتك قبول بعض الشروط في احتمالات الهدنة تكون ثقيلة شوية على إسرائيل مثلا، الضغط في هذا الاتجاه، ولكن ما هوش ضغط تغيير اتجاه، يعني ما هوش الضغط اللي يصل انها تعمل فيتو مثلا ضد اسرائيل او انها تمنع المعونات بصوره مطلقه. يعني انا عاوز افرق بين درجتين من الضغط، درجه ضغط اللي هي تخلي اسرائيل تعمل بعض التنازلات في المناقشات القادمه لتوني وحتى بلينكن في العمليه العسكريه، الدخول في مرحله جديده، عدم الاستهداف العشوائي، ربما كان هناك دور امريكي. يبقى دور امريكي هنا، ولكن الحقيقة يعني يمكن ده بيجرني لنقطة أكبر من هذا، أن التدخل الأمريكي إلى يعني إلى الآن في الشرق الأوسط، في اليمن زي ما شفنا وهنا وهناك، أنا يعني إن كنت أوصفه بتعبير فهو أنه تدخل لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني له تدخل بينهي المشكلة ولا عدم تدخل. يعني ساعات عدم التدخل يكون أفضل، لكن هنا تدخلات كلها محدودة بتزيد الأمر اشتعالا بدل من أن تطفئه ويظل الأمر هكذا، ده اللي أنا شايفه إلى الآن. بالتالي ترى بأن الضغط سيكون ضغط لفظي من الإدارة الأمريكية عن طريق بلينكن على إسرائيل بعد الضربات التي وجهت لقواتها في الشرق الأوسط؟ تماما. هل ترى بأنه من الممكن أن يكون هناك شكل من أشكال الاتفاق على هدنة؟ سمعنا أن قد يكون هدنة لأربعة أشهر، هناك أطروحات، إسرائيل تصدر تصريحات فيما يتعلق بالهدنة أو وقف إطلاق النار، هل ترى بأن بلينكن يحمل الجديد في إطار الهدنة أو وقف إطلاق النار؟ أعتقادي نعم، أن بلينكن في هذه المرة يعني برغم أنه جه أكثر من مرة، لكن هذه المرة الموضوع وصل لمرحلة ودرجة، وعدد اللقاءات اللي تمت لسه شايفين اللقاء باريس مثلا كان ما بين صحيح مصر والأردن والسي آي إيه من ناحية وإسرائيل. هنا المرة دي بلينكن داخل عاوز يعمل حتى زخم أكبر، جايب السعودية وجايب السلطة الفلسطينية بالإضافة لقطر ومصر وأمريكا وإسرائيل، فهو عاوز يعمل زخم يصل بدرجة من الضغط أنه يعمل تغيير حقيقي. وتصوري أنهم في الأغلب سيصلوا إلى هدنة، الشروط يمكن هي اللي إيه بيحاولوا لكن هياس طالما دخل أكثر عدد أكبر من الدول بهذا الثقل في هذا المجال، اعتقادي أنه هو هذه المرة في الأغلب ستنتج أو ستثمر عن هدنة، يعني بشروط بقى إيه هنشوفها في الأيام القادمة. طيب دكتور أسامة السعيد ضيف من القاهرة، هل ترى بأن هناك بالفعل يمكن أن يكون هناك جديد فيما يتعلق بالهدنة في زيارة بلينكن؟ يعني أعتقد أنني أتفق مع الضيف الكريم، هناك مؤشرات جادة بالفعل على إمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق، أولا لأن كل الأطراف تحتاج إلى اتفاق، المنطقة برمتها تحتاج إلى اتفاق، أولا لا يمكن الاستمرار إلى الأبد في هذه المعارك الجنونية. إسرائيل فشلت في تحقيق كل الأهداف سواء السياسية أو الأمنية في قطاع غزة، وبالتالي هي تواصل الخسائر وتواصل
الجنون حتى تصل إلى مدى أبعد من التوتر. أيضا الانقسامات الداخلية في إسرائيل تضغط بشدة على كثير من الحلفاء في الولايات المتحدة وفي أوروبا. الخسائر البشرية الكبيرة والمأساة الإنسانية في قطاع غزة تمثل أيضا عبئا أخلاقيا كبيرا على داعمي إسرائيل، وبالتالي أعتقد أن هناك مؤشرات جادة على إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولكن بأي صيغة، بأي شروط، بأي تفاهمات. اليوم استمعنا إلى تصريحات من بنيامين نتنياهو وهو يشير إلى أنه لن يقبل بشروط حماس، وبالتالي هذه مسألة أيضا تشير إلى أن إمكانية التعطيل والعرقلة الإسرائيلية لا تزال قائمة. بن جفير يتحدث عن أن وقف الحرب يعني تفكك الحكومة، وأن الولايات المتحدة تجاوزت الخط الأحمر في علاقاتها مع إسرائيل. يعني وفي حقيقة الأمر هذا خطاب غريب، من يهدد من؟ من يضغط على من؟ الحقيقة هذا خطاب يبدو غريبا، وأعتقد أن الولايات المتحدة وهي بالفعل تتفق مع إسرائيل تماما في الأهداف المتعلقة بالحرب في غزة، ولكنها ربما تختلف في أدوات تنفيذ هذه الأهداف. ولكن الولايات المتحدة شريكة في هذه الحرب وشريكة في الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل في هذه الحرب، ولكن عليها أيضا أن تتحرك للجم الوزراء المتطرفين ووزراء الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، لأنهم تحولوا إلى عقبة وإلى عبء حتى على الولايات المتحدة نفسها، ويعرقلون التحركات الأمريكية نفسها، بل ويهاجمون الولايات المتحدة ويكيلون لها الاتهامات من فترة إلى أخرى. طيب، بهذا الغطاء أذهب إلى ضيفي من واشنطن دكتور توفيق. دكتور توفيق، قبل أيام قليلة وقع عدد من الدبلوماسيين الغربيين من بينهم عدد من الأمريكيين على عريضة تقول بأن الدول الغربية ومن بينهم طبعا واشنطن قد وفرت الحماية أو الغطاء الذي ذكره دكتور أسامة السعيد، هذا الغطاء العسكري، هذا الغطاء القانوني في الأمم المتحدة، هذا الغطاء المالي بالمساعدات، وبالتالي فإن الولايات المتحدة والغرب مسؤولون عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى خلافات داخل الغرب وخصوصا داخل الولايات المتحدة. إلى أي مدى ترى أن هناك بدايات انشقاق في الرأي العام أو في الجانب الدبلوماسي الأمريكي تجاه الموقف من إسرائيل؟ إذا أضفنا إليه أيضا تصريحات الجانب المتطرف كابتسئيل سموتريتش وإتمار بن جفير الذين بالفعل وصفوا الولايات المتحدة بأنها تجاوزت الخط الأحمر أو أن إسرائيل ليست نجمة على العالم الأمريكي. شكرا لحضرتك على هذا السؤال الهام. هو الحقيقة تطورات الوضع في الشرق الأوسط وما تبعها من تحركات وتطورات في البحر الأحمر وقناة السويس إلى آخره، دي عاملة ضغط على أوروبا بدرجة عالية جدا، لأنها هي متأثرة يعني بدرجة عالية جدا، ما أقدرش أقول متأثر الأوحد، ولكنها أكبر حد متأثر هي أوروبا، لأن المنتجات الصينية والهندية بتجيلها والبترول بيجيلها من قناة السويس، فهي أوروبا متأثرة جدا أكثر بكثير من أمريكا. واعتقادي أن هو الاختلاف هنا هو اللي هيبدأ يعمل إيه حركة يعني نوع من الشق في هذا الأمر، وقد يغير في اتجاهات الصراع في المرحلة القادمة، أن أوروبا تأثرها بما يحدث أشد من تأثر أمريكا بكثير. صحيح. بل إن على العكس أمريكا ممكن تصدر لها من الشيل أويل أو البترول بتاعها، زي ما حصل لما فقدت البترول الروسي، أمريكا إيه بقت تبعت هي بأسعار مضاعف فيها. فهنا أوروبا يعني مضغوطة، الصين بدأت تشعر بالقلق من عدم قناة السويس وعلاقتها بغزة واللي بيحصل، وتأخر الملاحة في البحر الأحمر عن طريق الرجاء الصالح. فأنا اعتقادي في زخم بيتم يعني خلقه نتيجة طول المدة، وإن هذا الزخم لابد أن ينتهي بصورة أو بأخرى بشيء من التغيير، اللي هو يعني أتمنى أن يكون يعني في مصلحة الجميع. نتمنى ذلك بكل تأكيد. شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك ضيفي من القاهرة الدكتور أسامة السعيد، شكرا جزيلا لكما. وفي القاهرة وبالتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري تم تشكيل لجنة لتوثيق
جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. اللجنة ستقوم بتقديم تقارير موثقة بالأدلة للجهات الدولية المختصة على رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان بهدف محاكمة الاحتلال دوليا، وذلك باعتبار أن المجالس التشريعية ممثلة للشعوب العربية. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. سيادة النائب مساء الخير، أهلا بكم. ما الجديد أو ما الذي سيتم في هذه الخطوة الهامة؟ مساء الخير يا فندم، مساء الخير على السادة المشاهدين. وطبعا يعني هذه التحركات بدأت بالفعل عندما اندلعت الحرب بعد 7 من أكتوبر 2023. استتبع هذا عدة جلسات على مستوى البرلمان المصري أو مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري. يمكن كان هناك جلسات عامة تم عرضها على الهواء، وأيضا كان هناك تحرك من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري متمثلة في استضافة العديد من المراكز البحثية العاملة والمراكز الحقوقية العاملة على توثيق جرائم الحرب، ويعني عمل التقارير اللازمة من خلال التحقيقات المستقلة، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. ومن ثم تم جمع هذه المخرجات في تقرير موحد، وتم مدعوم بالفيديوهات والصور، وبالإضافة إلى أسماء الشهداء من الفلسطينيين الذي يتعدى 27 ألف أكثر، يعني يقترب من 30 ألف. نعم. شهيد، ثلث هذا الرقم من الأطفال، وإذا حصرنا عدد النساء والأطفال يتعدى ثلثين، موثقة بالأسماء، الأعمار، العناوين، اليوم الذي استشهد فيه، كيفية الاستشهاد وما إلى ذلك. كل هذا تم جمعه ودمجه في تقرير موحد، وقمنا بعمل جلسة، عدة جلسات مشتركة مع البرلمان العربي بصفته المظلة البرلمانية للبرلمانات العربية، وتم تسليم هذه الوثائق والدلائل. الحقيقة خلال الفترة الماضية أعتقد أننا قمنا بعمل التوثيق، ننتظر فترة ما بعد أو ما يتلو مرحلة إسكات البنادق أو انتهاء الحرب. ولكن هل سيكون هناك تحرك نحو مجلس الأمن، تحرك نحو المحكمة الجنائية الدولية؟ هل سيضاف هذا إلى ملف جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية؟ ما الذي سيتم في الأيام القادمة من أجل الضغط على إسرائيل بشكل أكبر لوقف إطلاق النار؟ طيب، تحرك جنوب إفريقيا أتى بالتزامن أو نتيجة للتحرك المصري تحديدا في توثيق جرائم الحرب التي حدثت على أرض غزة. كل ده تم تجميعه ودمجه في التقارير التي تم الاستناد إليها من قبل دولة جنوب أفريقيا. وهنا أود أن أشير أن تحرك دولة جنوب أفريقيا هو تحرك دولي وليس تحرك إقليمي أو محلي. يعني بنرى أن دولة خارج إطار الصراع أو منطقة الصراع أو مفهوم. الدول المواليه للأطراف أخذت الملف على عاتقها وقامت بالتصويت. ولكن نحن كبرلمانات عربية ممثلة للشعوب العربية كيف سنتحرك الآن بعد إتمام هذا الملف الضخم والجهد الكبير؟ يعني على المستوى البرلماني تحديدا سنقوم بعمل جلسات ثنائية ومتعددة الأطراف مع برلمانات الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي، ورأينا حجم الضغط الشعبي الذي حدث على حكومات هذه الدول متمثلة في دول كانت تساند بشكل فج، يعني طارحة بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان متضامنة مع الموقف. يعني هل سنرى وفد برلماني عربي إلى البرلمان الأوروبي قريبا أو إلى الكونغرس الأمريكي قريبا؟ كما ذكرت حضرتك هيبقى على مستوى الثنائي أو متعدد الأطراف إلى هذه البرلمانات بالفعل. المستهدف ما هو سيادة النائب؟ المستهدف القضية الفلسطينية،
المستهدف الرئيسي هو عودة القضية الفلسطينية على الأجندة، ليست فقط على الأجندة المصرية ولكن على الأجندة العربية والأجندة الدولية. يعني أعتقد أن موقف القضية الفلسطينية تأثر كثيرا في أعقاب ثورات الربيع العربي، وأصبح الأجندة رقم 10 في قائمة أولويات تحرك الدول العربية. ولكن الآن وبعد اندلاع الحرب وبعد الموقف يعني المحسوب لمصر في تبني أو مساندة القضية الفلسطينية في أعقاب اندلاع الحرب، ستتغير الحالة ليس فقط في الداخل المصري ولكن أيضا في الداخل العربي. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تستمر فعاليات الدورة 55 له بإقبال كثيف، قد تجاوز ما يقرب من 4.5 مليون زائر له حتى الآن. معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 70 دولة، ولكن في القلب منه كانت فلسطين وكانت القضية الفلسطينية، وتم تنظيم فعالية هامة للاحتفاء بالثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني وكذلك للتعريف بالقضية الفلسطينية. ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والروائي الفلسطيني دكتور شفيق التلولي، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الوطني الفلسطيني. دكتور شفيق أهلا بكم، يعني كيف ترى ما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب والاحتفاء بالثقافة والتراث وأيضا القضية الفلسطينية؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمتابعين، و التحية لمصر التي أقامت هذا المعرض الكبير، وتحية أيضا لوزارة الثقافة ورئاسة الوزراء المصرية، والتي حظيت فلسطين فيها اليوم برعاية كاملة. أولا رعاية كاملة لهذا المعرض من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم افتتاح المعرض الذي قام به رئيس الوزراء المصري، واليوم قامت وزيرة الثقافة بالإعلان عن يوم فلسطين في هذا المعرض وإعلان يوم التراث الفلسطيني، وهذا مثل من القاهرة هنا فلسطين. نعم. هذا كان الشعار يعني. نعم، وهذا الشعار الذي يترجم فعلا، ناهيك عن القول وناهيك عن كونه شعار، إلى حدود أن يأتي العديد من المصريين لتشكيل حالة تضامنية كبيرة مع فلسطين على مدار أيام المعرض بالمناسبة. ولكن اليوم شهد هذا اليوم إقبال كبير على حضور ومشاركة الندوات الفلسطينية والعروض الفنية الفلسطينية وكل ما قدم من أجل فلسطين، حتى أن الملاحظة أن الأطفال المصريين كانوا على مدار اليوم يأتوا إلى جناح فلسطين ويقوموا برسم علم فلسطين و إلقاء أيضا العديد من القصائد، وكان اهتمام لافت أيضا من قبل الوزارة ومن قبل إدارة المعرض بالأطفال المصريين، والبدء بأجنحة الطفل في هذا المعرض حتى في هذا اليوم كرسالة قوية ورافضة لقتل الأطفال الفلسطينيين. هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة تمثل رسالة سياسية قوية، وهي دعم الثقافة الفلسطينية والوجود الفلسطيني في الوقت الذي تتهدد آلة الحرب الإسرائيلي كل مقومات ومكونات الثقافة الفلسطينية من خلال تدمير كل البنى وقتل كل العاملين بالحقل الثقافي من كتاب وأدباء وفنانين. هذا اليوم كان بمثابة دعم كبير للهوية الفلسطينية والذات الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وهذا بالتأكيد ليس غريبا على مصر، بل هو استكمال لحلقات دعم مصر للقضية الفلسطينية. فكيف اليوم وهي تدعم الثقافة الفلسطينية وتحول هذا المعرض لمنبرا ثقافيا كبيرا، وقد حظيت فيه فلسطين على اهتمام كبير من القائمين على المعرض، ولم تغب فلسطين إذ شارك العشرات من الفلسطينيين كتاب وفنانين وغير ذلك، ولكن وإن غاب كتاب قطاع غزة فكانوا قد حضروا في هذا المعرض من خلال نصوصهم ومن خلال كتاباتهم التي تقدمت على مدار الساعة عبر جناح فلسطين وغيره حتى من دور النشر. نعم، لم يتسنى لدور النشر في قطاع غزة وكذلك في عموم فلسطين إن شاء الله تكون موجودة في الدورة 56 القادمة إن شاء الله. ولعل الدكتور شفيق يعني أسألك، كيف تشعر الآن وأن إسرائيل التي كانت تسعى على مدى سنوات طويلة وربما عقود من أجل أن
تختفي القضية الفلسطينية عن وجدان وعن عقول الأجيال العربية. كيف ترى هذه خيبة الأمل الإسرائيلية وهي ترى الآن أن القضية الفلسطينية تولد من جديد وتبعث من جديد في قلوب أطفال العرب من الخليج من الماء إلى الماء، من الخليج إلى المحيط، بعد ما رأيت اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ هذه خيبة أمل كبيرة يعني بالنسبة للاحتلال الذي حاول تدمير الإنسان الفلسطيني قبل تدمير وجوده وأبنيته على هذه الأرض. فلعلنا كلنا نعرف أن ما يجري من ضرب لكل مقومات الثقافة هو استكمال أيضا لفصول النكبة. هذه النكبة التي أراد فيها الاحتلال منذ 100 عام ويزيد حتى منذ الانتداب البريطاني ومنذ أن جاءت العصابات الصهيونية إلى الأرض الفلسطينية وحتى اغتصاب فلسطين منذ أكثر من 76 عاما، حاولت تدمير الإنسان الفلسطيني وتدمير الوجود الفلسطيني من خلال تدمير قراه وأبنيته ومدنه وكل من له صلة بالأثر الفلسطيني والتراث الفلسطيني. لكن خاب فائل هذا الاحتلال ولم يتمكن من ذلك. فاليوم فلسطين تتصدر قضايا العالم وهي موجودة في العقل الجمعي العربي وموجودة في عقل كل طفل عربي وكل طفل مصري كما رأينا اليوم. ولا يمكن شطب القضية الفلسطينية ولا الوجود الفلسطيني، وأن كانوا يعتقدون أنهم بتهديمهم لكل البنى الثقافية والمؤسسات الثقافية التي تدمرت في قطاع غزة وقتل كما ذكرت لحضرتك العديد من المبدعين الفلسطينيين، إلا أن الكلمة باقية والهوية باقية والذات والوجود الفلسطيني ما زال على هذه الأرض بأثره، لأن التراث الفلسطيني لا يقف عند حدود التراث المادي مع أهميته القصوى بالتأكيد. صحيح. إذ دمر العديد من التراث المادي للشعب الفلسطيني وأثاره التاريخية التي تمتد إلى آلاف السنين، ولكن الأثر المعنوي نعم ما زال موجودا ولا يمكن أن تمسح الذاكرة الفلسطينية. صحيح. ولا يمكن قال الراحل ياسر عرفات يا جبل ما يهزك ريح يعني. نعم بالتأكيد لا يمكن للفلسطيني أن يهتز والفلسطيني ينهض ويبعث من الرماد. نعم. فهو نعم، وأن كانوا دمروا العنقاء الفلسطينية في ميدان فلسطين، هذه العنقاء هو الطائر الأسطوري الذي يرمز إلى الكنعانيين وإلى الفلسطينيين على هذه الأرض أنهم يبعثون من الرماد، فالفلسطيني أيضا. نعم. يبعث من الرماد ليحلق عاليا، ولا يمكن لقتل الروح الوطنية ولا الروح العربية عند الأجيال الفلسطينية. نعم. وأن كانوا يعتقدون أنهم بعملية المحو والتدمير وهذه العقيدة التي قام عليها هذا الاحتلال يستطيع شطب ومحو الوجود الفلسطيني على الأرض والوجود العربي، فشتان بين. نعم. الأمس واليوم حين كانوا أو حين اغتصبوا فلسطين وقالوا أن الكبار يموتون والصغار ينسون، هم الصغار اليوم. صح. يحلقون أيضا بأقلامهم وبريشة ينحتون فيها علم فلسطين. كل طفل مصري وكل طفل عربي وكل طفل فلسطيني. نعم. وإن كان قد استشهد في غزة. نعم. لكن اليوم في معرض الكتاب كانت حاضرة نصوص لأطفال وكانت حاضرة. صحيح. أيضا سيرة الأطفال الذين قتلهم الاحتلال بدم بارد في. نعم. خطوة منه لمحو الفلسطينيين، لأنهم يعتقدون عندما يقتلون الأطفال فإنهم يقضون على الشعب. نعم. الفلسطيني ويوقفون نمو الشعب الفلسطيني وحضوره. نعم. على هذه الأرض. أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة ضيفي الكريم من القاهرة دكتور شفيق الترولي مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الوطني الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. من القاهرة هنا فلسطين، فعاليات يوم التراث والثقافة الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 التي تمتلئ بالفعاليات الكثيرة جذبت الزائرين من مختلف أنحاء العالم بإجمالي تجاوز 4 ملايين. فلسطين موجودة في كل زقاق وفي كل جناح وفي كل رواق في هذا المعرض، هذه مصر، وأعتقد أنها رسالة من هنا من القاهرة إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه بأننا لسنا وحدنا وبأن مصر العظيمة بشعبها وبكل شرائحها وطوائفها هي مع الحق الفلسطيني. الأوضاع في قطاع غزة تركت بصمة كبيرة على فعاليات المعرض، ما بين فعالية مستقبل دور مصر في القضية الفلسطينية وعرض كورال أطفال فلسطين باعتبارها القضية المركزية لكل العرب. باليوم قدمنا الأغاني الفلسطينية الداعمة لصمود شعبنا
في غزة وفي الضفة الغربية. اليوم غنينا أغاني وطنية من صميم التراث ومن أغاني الكورال الملحنة. فعاليات فنية مؤثرة ونقاشات ثرية لاقت استحساناً وقبولاً جماهيرياً على المستوى العربي والدولي داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، تعكس فكرة شعار المعرض: نصنع المعرفة، نصون الكلمة. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس المالي تغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. فلسطين قلب العروبة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، وهو ما ظهر في عديد من الندوات والفعاليات الثقافية والفنية الداعمة للقضية الفلسطينية. من العاصمة المصرية سلسبيل سليم، هنا القاهرة عاصمة الخبر. بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولكن التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. ابقوا معنا.